احلى يوم يوم ما زرتك وقفت قدامك وقلت السلام عليكم يا خير خلق الله، يا اعظم خلق الله، يا حبيبي يا رسول الله. ولما وقفت قدامك بلغتك السلام من ابويا وامي واصحابي وكل من وصاني يا حبيبي يا رسول الله. لما سلمت عليك ووقفت قدامك غبي اللي يقول ده قبر، ده مقام، هذا مقام الحبيب سيدنا رسول الله. واستشعرت الأنس لما وقفت قدامك وعيني دمعت وقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ولما كنت في مدينتك المدينة المنورة رأيت نور في وجوه كل من جاوروك، نورهم عم الوجود من نورك يا سيدنا النبي. هتفضل يا حبيبي روحي وقلبي وعنيا يا سيدنا يا حبيبنا يا رسول الله. الوقوف قدام النبي في مقامه الكريم شيء جميل، شيء عظيم، لازم عينيك تبكي. ها هنا الحبيب في هذا المقام تستشعر وكأنك تراه بعين قلبك. رحلة جميلة بنتمناها كل يوم من العام للعام، يا رب تنولها لكل مشتاق ولكل من يحب ويعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا جماعة حبيت أبدأ معاكم الحلقة، وسامحوني وليس رياء ولا نفاقا، من أجمل اللحظات اللي تعيشها في حياتك لما تروح تزور وتطوف بالبيت وتزور الحبيب صلى الله عليه وسلم. لازم تتأدب ولازم تستشعر أنك تقف فعلياً أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا بعلق بسرعة وبقول لكل الناس المحترمين المؤدبين المتعلمين والجاهلين، هذا ليس قبر الرسول، عشان تفهموا بس، هذا ليس قبر، القبر ليس لرسول الله، إنه مقام رسول الله. ده مش قبر يا جماعة، ده مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. لازم تعرف كده ليه؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يعيش في أرواحنا، يعيش في ترحالنا، يعيش في كل حركاتنا وسكناتنا. عايز أقول لك إن النبي سر السعادة، سر سعادة الأرواح في الدنيا والآخرة حبيبنا سيدنا النبي والله العظيم. ليه بدأت معاكم؟ الحمد لله كنا في رحلة إلى بيت الله الحرام، وربنا من علينا بالاعتمار بفضل الله، وليس هذا رياء ونفاقا، الحمد لله رب العالمين
يعني ربنا بيمن علينا المنة دي من زمان وربنا يدومها علينا، لكن أنا عشان عارف حضرتك لسه جاي، فالموضوع لسه واخد معايا إيه حتة إن أنا يعني مستشعر مقام الحبيب ومستشعر المدينة المنورة. وقفني واحد من أهل المدينة، أخ فاضل من أهل المدينة المنورة من إخواتنا هناك، قال لي كلمة جميلة قوي عايز أقولها لكم. لما بحثت عنها لقيتها حديث عن رسول الله. أه والله، تخيل. عارف قال لي إيه؟ قال لي اللي النبي بيحبه بيجيبه، بيجيبه عنده المدينة. طيب لو النبي بيكرهك هيطردك من المدينة. إزاي الكلام ده؟ إيه الكلام الروحاني العالي ده؟ هو سيدنا النبي؟ آه يا حبيبي والله، حبك لسيدنا النبي يخليك توصل لروحه الكريمة وتشوفه رأي العين وتراه بعين قلبك وتراه في رؤياك وفي حياتك. لو المدينة بتحبك اللي هي مدينة رسول الله هتجيبك وتروح تزور مقام سيدنا النبي وتزور صاحبيه وتسير في مدينة رسول الله. طب لو المدينة بتكرهك مش هتروح. تخيل الكلام ده، بحثت عنه تخيل لقيته ايه؟ لقيته حديث لرسول الله. والله العظيم المدينة يا جماعة سيدنا النبي قال أنها كالكير بتطرد الوحش. المدينة مدينة رسول الله بتطرد الوحش منها، مفيش حد وحش يجلس في مدينة رسول الله. الله أكبر. طب خد بقى الرحلة كان فيها إيه؟ الرحلة كان فيها اعتمار وكان فيها زيارة سيدنا النبي. طبعا ظروف كورونا اللي احنا فيها دي ورتنا اللي ما شفناهوش في حياتنا. شفنا ايه بقى؟ تخيل انت، شفنا ايه بقى؟ عشان تروح تعتمر تخش على تطبيق اعتمرنا وتسجل رقم تليفونك ورقم الهوية طب افرض ما بتعرفش تقرا ولا تكتب، تروح تجيب واحد بيقرا ويكتب ومعاه جهاز موبايل حديث اندرويد يدخلك على التطبيق، لان من غير التطبيق بتاع اعتمرنا ما تعرفش تروح تعمل عمره ولا تصلي في الحرم ولا تزور سيدنا النبي ولا تصلي في الروضه الشريفه. ايه الكلام ده؟ والله زي ما بحكي لكم كده، هي حاجه جميله، الترتيب جميل والنظام جميل وانا مع النظام، بس انا بحكي لحضراتكم ما حدث. تخش على التطبيق، تخش على التطبيق تطلب صلاة العصر ومعانا مداخلة من فضيلة الشيخ محمد مصطفى من علماء وزارة الأوقاف. مرحبا شيخنا الجليل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يسلمك يا أستاذنا، الله يكرمك، منورنا. الله يرحمك حبيبي الغالي. ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. اصلا انا كنت لسه جاي من عند سيدنا النبي امبارح، فكنت حابب يعني اقول للناس التجربه الجميله دي مع كورونا يعني شكلها ايه. فبمناسبه 2021 ونحن على مشارف 2021، حضرتك عارف المهموس بتاع كل سنه ده؟ طبعا تمام. كل سنه يجي نلاقي الجماعة بتوع السوشيال ميديا واخد بال حضرتك واللجان الإلكترونية هجمة علينا ويقول لك تهنئة الإخوة الأقباط، حتى ما بيقولوش إخوة، حس إن هم ضايقين، ناس ما عندهاش فكر محترم ولا معتدل، ما أعرفش يعني الله يهديهم. اللي هم بيشعلوا الفتنة مع إخواتنا المسيحيين بالرغم من إن الرصاصة على الحدود ما بتفرقش ما بين مسلم ومسيحي. فكنت حابب اسمع من حضرتك يعني التأصيل الشرعي لهذه المسألة، خاصة وأن الإمام الطيب قد هنأ إخواننا المسيحيين في الوطن، إخواتنا في الوطن، بأنهم أهل الشهامة وأهل المروءة بعيد الميلاد المجيد. فكنت حابب اسمع من حضرتك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. آمين يا رب. أولا بالنسبة لأخواننا المسيحيين في الوطن الواحد، نعم، نحن أبناء وطن واحد، تمام، ونعيش في دولة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لقد عاش مع اليهود في وطن واحد، تمام، وكان بينهم معاهدات، وكانت بينهم أدب واحترام للمسلمين ولغير المسلمين. نعم. فبهذا نحن أبناء وطن واحد، فالأمر بيننا ما دمنا لا ليس بيننا قتال ولا بيننا نزاع. ربنا ما يجيبش نزاع ولا قتال. أبناء وطن واحد. تمام. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم، نعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، تمام، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تمام، إن الله يحب المقسطين. نعم. فما دمنا ليس بيننا ولله الحمد نزاع وليس بيننا قتال، فليس هناك حرمة من التهنئة بذلك. تمام. طيب أنا والله يعني سعيد بهذه المداخلة الجليلة الكريمة من حضرتك. الله يكرمك يا أستاذ وائل. ربنا يبارك في حضرتك ويجعلنا دايما في الخير ويجعلنا دايما نمنع الفتن يعني. طب حضرتك يعني رسالة أخيرة، ماذا تقول لمن يدعون بهذه الفتنة يعني؟ تقول لهم إيه؟ ألو؟ ألو؟ طب إحنا آسفين، كان معانا الشيخ محمد مصطفى كان بيأصل لنا الموضوع شرعيا، تهنئة الإخوة الأقباط خاص. طيب فضيلة الشيخ رجع لنا تاني. فضيلة الشيخ، نعم أستاذ، في رسالة أخيرة حضرتك، ماذا تقول للإخوة اللي هم يعني بيثيروا الفتن، تقول لهم إيه؟ رسالتك ليهم إيه؟ نقول لهم علينا أن نتقي الله في أننا في أبناء وطن واحد، ولا نوقظ هذه الفتنة، لأن النبي قال الفتنة نائمة فملعون من أيقظها. نعم 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 حبيبي. وهذه الأيام الذي نعيش فيها لابد أن نتراحم فيما بعض، ولا بد أن ننسى النزاع والخلاف. صحيح. لأن هذه الأيام قال الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم. وقال الله يقلب الله أو يقلب الله الليل والنهار. نعم. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فعلينا ألا نمشي وراء هذه الطيارات المدمرة التي لا تدمر إلا الوطن وتدمر الشباب وتدمر العقول. من هذه النقطة اللي حضرتك قلتها الجملة الجميلة دي بقف وأقول إنها جملة عظيمة. هذه الفئة فئة مدمرة، فئة بتدمر، نعم، العقول فعلا. نعم. يا شيخ محمد حضرتك أفدتنا، وحضرتك الله يعني متشكرين لمداخلتك الجميلة معانا، وتشرفنا بحضرتك لهذا التأصيل الشرعي، والشكر موصول للعلماء المعتدلين دائما المحترمين الذين يساعدون في هدوء الوطن ومراعاة شعور الإنسانية على أكمل صورها. شكرين. كان معنا الشيخ محمد مصطفى في مداخلة لتأصيل الموضوع ده، عشان كل سنة يا جماعة كل سنة يطلعوا لنا مهموز، عارف من يوم 25 كده 12 وانت طالع على آخر السنة، ها يبدأوا بقى يشغلوا نفسهم تهنئة الإخوة الأقباط مش عارف إيه، تهنئة الإخوة. يا ابني يا حبيبي، هو أنت مفكر نفسك إن أنت عالم العلماء؟ ما أنت عشان مش عالم مش فاهم هتقول لي أصلي مش عارف إيه، أنا واحد شيخ، أنا آسف يعني بقى مش عايز أقول هو مش شيخ أصلاً، قال لك كلمتين وأنت مشيت وراه واخد بال حضرتك وهو متداري ورا الباب، فأنت طلعت قلت للناس تهنئة الإخوة الأقباط مش يا ابني يا حبيبي يا حبيبي إهدى إهدى، انت مش فاهم حاجه، انت مش عارف دين. عشان كده دايما بقول، يمكن لو لاحظتم معايا دايما بقول خدوا الفتوى من العلماء، ابعد عن العباد. طيب انا ان شاء الله يعني هفاجئكم بتهنئه دلوقتي على الهوا، ان شاء الله باذن الله هيكون معانا مفاجاه على الهوا لتهنئه احد الساده الافاضل من اخواننا الاقباط في الوطن المصري. المداخله جاهزه معانا؟
طيب المهم أكمل لحضراتكم. بعد ما هنينا أخواتنا الأقباط فرحت أصلي عشان تصلي العشاء في الحرم. طيب طيب تمام تمام. معانا المستشار نجيب جبرائيل. الله يخليك. المستشار الكنيسة القبطية. تحياتي لحضرتك يا سعادة المستشار. الله يخليك. أنا سعيد جدا جدا والله بوجود حضرتك معايا في على الهوا. أنا بسعد بيكم والله. وبهنئ حضرتك في تهنئة علنية لكل إخواتنا المسيحيين في الوطن، واخواتنا على الجبهة، واخواتنا في المدرسة، واخواتنا في الجامعة، واخواتنا وجيراننا واصحابنا. كل عام وحضراتكم بخير. اعتقد رسالة عظيمة جدا 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 على الناس اللي هم الغلاة اللي هم انت عارفهم. عارفهم طبعا. هم بيرفضوا التهنئة. بس انت يكفيكم الامام والدكتور يعني وزير الاوقاف كل اخواتنا هنونة. وانت عارف الناس اللي هم دول يعني ايه يعني مش عايز اقول ان هم اداء الوطن يعني. حضرتك يا سعاده المستشار وانت حضرتك مستشار الكنيسه القبطيه في مصر، انا سعيد بوجود حضرتك معايا في برنامج ضد الفوضى. انا بوجه لحضرتك التهنئه ولاخواتنا كلهم في كل مكان، وحابب اسمع من حضرتك بتقول ايه للمصريين في 2021. بقول للمصريين يعني ساعات قليله تفصلنا عن عام كئيب وكارثه حلت العالم. تمام. هي انا اعتقد ان 21 ان شاء الله هيكون عام امل، عام سلام، عام انقشاع الأمة، وعام الحقيقه يعني السعيد فيه الانسان المصري وضعه ومكانته، والحقيقه ويشعر بكم قدرت الدوله ان هي الحقيقه تجتاز هذه الجائحه. وانا عايز اقول ان عام 21 هيكون عام يعني عام يعني بيجمع المصريين اكثر من مكانه ان شاء الله، ان هم استفادوا من التجربه السابقه. فالحقيقه يعني مصر كلها بخير وسلام، ودايما وحده الامه وباقباطها ومسلميها. النهارده تهنئتنا والبرنامج بتاعكم هنانا. ده حق، ده حقكم علينا. انتوا اخواتنا، انتوا اخواتنا. الرصاصه يا سعاده المستشار ما بتفرقش ما بين مسلم ومسيحي، او ما بين مسيحي او مسلم. عجبها. طيب انا عشان انا طبعا سعيد بوجود حضرتك معايا، عايز اقول بعيدا عن الشعارات والكلام اللي والمزايدات، انت بتقول ايه لاهل الفتنه؟ ده انا بقول يعني بقول من كل قلبي كل خير وكل سلام وكل محبه وكل وحده وكل تقدم وكل صحه وكل سعاده وكل يعني ضيقه تروح ومشكله تمشي، وكل واحد فقد احبائه او قريب او عز عليه ان هو يحس دايما انه دايما ان احنا كنا متعاونين ومتعاطفين، وربنا يزيل الحزن ويمسح كل دمع من العيون يعني. حبيبي والله يا سعاده المستشار، انت 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 جميل يا سعاده المستشار. الله يخليك. شاكرين جدا وبنهنئ حضرتك للمره الثانيه والألف بمناسبة 2020. ومعلش طبعا يعني الاحتفالات طبعا عشان خاطر كورونا يعني، لكن الحمد لله ان انتم يعني منوريننا واخواتنا وحبايبنا في كل شبر من مصر. احنا جزء من انتوا انتوا الاصل، انتوا الاصل، كلنا شبيكة مع بعض، شبيكة واحدة، محدش يقدر علينا. حبيبي يا سعادة المستشار متشكرين جدا. كان معانا المستشار الجليل، مستشار الكنيسة القبطية، المستشار نجيب جبرائيل. بنهني إخواتنا المسيحيين في كل ربوع الوطن المصري، بنقول لهم كل عام وحضراتكم بخير. وبنتهز الفرصة دي وبقول لكم أن فخامة الإمام الطيب هنأ إخواتنا المسيحيين وفهم الناس اللي ما عندهاش فهم أو علم، وقال لهم هؤلاء هم أهل الشهامة، أهل المروءة، هؤلاء في الوطن النسيج الواحد. وطبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، وكل الوزراء وكل الناس القادة والمسؤولين، هنأوا إخواتنا المسيحيين بعيدهم. ربنا يدوم علينا الخير في مصر ويحفظ بلدنا من أي فتنة، ويحفظنا ويمنع عنا أهل الفتنة الملعونين
اللي دايما بيثيروا الفتنه ويعملوا المهاميز من يوم 25/12 لغايه 31، يفضلوا بقى ايه يهروا كده على الفيس وعلى وسائل التواصل. ربنا يحفظنا وينجينا منهم، ومتشكرين للناس المحترمه المهذبين اللي تواصلنا معاهم وهنأناهم الان بهذا العيد. بنجعل دايما ايامنا عيد يا رب العالمين، واجعل ايامنا خير يا رب العالمين. ارجع لحضراتكم بسرعه، فلما كنت في المدينه المنوره وعند الحرم المكي، لقيت نفسي عشان اروح اصلي العشاء لازم بسبب كورونا، منك لله يا كورونا، منك لله واللي عملك واللي نشرك. عشان كده يا جماعه وانا معاكم لازم انا بطلب من مجلس الوزراء ان يفعل قرار، وهذا قرار مهم جدا. كل من يثبت انه يحمل الفيروس عافانا الله وشفانا وحمى بلادنا وحمى ابنائنا وحمى كل ابناء الوطن يا رب العالمين، وربنا يبعد عننا اي سوء، لازم ان يتم معاقبته لو خرج من البيت وكان حاملا للفيروس. عشان في ناس بيبقى عندها الفيروس وعارفين ان هم للاسف يعني اصيبوا، شفاهم الله وعافاهم. انا مش بتنمر عليهم، انا بقول شفاهم الله وعافاهم، بس بيروح واخد بعضه ونازل. طب ما يا حبيبي ما انت هتأذي غيرك. انا بطلب بقرار، بتفعيل قرار بمعاقبة من يثبت انه حامل للفيروس ويخرج ويعامل الناس. انا بقوله منك لله. ليه بقى؟ انت بتأذي الناس، شفاك الله عافاك، اقعد في بيتك، التزم بيتك حتى يشفيك الله ويعافيك. انت هتتسبب في كارثه. انا عايز اقول لحضراتكم يا جماعه والله بجد، انا لما كنت في المملكه امبارح واول امبارح بفضل الله وربنا من علينا وفتح لنا الطيران تاني، واخد بال حضراتكم، عايز اقول لكم مدى الالتزام في المملكه. أنا معلش سامحوني ان انا هعمل مقارنه بسيطه بين المملكه العربيه السعوديه ومصر في الجزئيه دي، سامحوني يعني انا مش بعيب على المصريين قوي، بس هم يعني عندهم مشكله. في السعوديه لما كنت في مكه والمدينه بفضل الله سبحانه وتعالى، عارف الكمامه دي؟ والله ما فرقتني الكمامه، والله ما فرقتني. طب تاخد المفاجاه؟ والله العظيم عشان اخد نفسي، طبعا الكمامه مشكله صعبه، عشان اخد نفسي اروح باصص شمال يمين وشمال، حد شايفني؟ خايف لحسن يغرموني 1000 ريال. والله العظيم زي ما بحكي لكم كده. شوف مدى الانضباط والالتزام، والله هي ذل، هي الكمامه ذل، سامحوني، بس طبعا غصب عننا، هي ذل بس غصب عننا، غصب عننا. احنا في وقت صعب، في وقت محتاجين نحافظ على بعض. الكورونا للأسف بتتفاعل وبتنتشر وبتزيد، بس الحمد لله المملكة، مملكة السعودية الحمد لله الحالات فيها قد تكون منعدمة، يعني 100-150، ومكة والمدينة الحمد لله ما فيهمش حاجة، لأن من فضل ربنا برضو على فكرة معلومة لحضراتكم قرأتها في 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 فضل المدينة، إن النبي قال أن مدينة رسول الله المدينة المنورة لا يدخلها الطاعون. شوف الجمال، تاخد حته كمان عن المدينه جميله قوي عجباني قوي. سيدنا النبي دعا للمدينه، المدينه المنوره خاصه البركه فيها مضاعفه. عشان كده لما تسال واحد من اهل المدينه يقول لك، في اي واحد تساله من اهل المدينه يقول لك ايه بقى؟ يقول لك المدينه البركه فيها، الرزق موجود فيها، الهدوء موجود فيها، السلام موجود فيها، عارف فيها سيدنا النبي، في بعد كده فيها الحبيب محمد، في أطيب من كده وأحلى من كده؟ الرزق فيها مبارك، التمر فيها مبارك، الزرع فيها مبارك، أي حاجة فيها مباركة مضاعفة، البركة مضاعفة، لأن الحبيب محمد دعا للمدينة وقال اللهم بارك في المدينة في تمرها في صاعها. النبي دعا لها فخلاص هي مباركة. لذلك واحد من أهل المدينة والله لما قابلته قال لي والله لو جالي ريال زي جالي 10، في بركة. والله العظيم من بق أهل المدينة من أفواههم قالوا لي يكفينا، أهل المدينة قالوا لي يكفينا أننا في جوار رسول الله.
شوف الكلام، يكفينا أننا في مدينة رسول الله. حتى واحد بيحكي لي قصة قبل ما أقول لحضراتكم على موضوع الصلاة وتحجز الصلاة، عاوز تصلي العصر في الحرم المكي، تحجز على التطبيق ويجي لك يا ما يجيلكش. تخيل بتدعي ربنا ان التطبيق يقبلك ان انت تصلي في العصر، يعني تلاقي مكان. هم هناك محافظين على الموضوع، في ضوابط احترازيه جميله 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 بصراحه ربنا، بس طبعا عشان خاطر يحافظوا على الناس. الحمد لله رب العالمين، في انضباط قوي جدا من المملكه، وانا بشكر اهل المملكه وبشكرهم جدا، فعلا متعاونين لاقصى غايه، ناس بيحافظوا على بعض، بيحافظوا، لذلك الاعداد اتنسفت هناك، مفيش اعداد الحمد لله رب، مفيش كورونا، يعتبر مفيش كورونا هناك. ليه؟ والله العظيم عشان انزل الكمامه، انزلها ابقى خايف، ابص يمين وشمال، اخد نفسي بس مش قادر، خايف لحسن يغرموني 1000 ريال. لكن النهارده الناس مش عاوزه تلتزم بالكمامه، وناس تقول لك اصل كورونا دي هكس، اصل كورونا دي مش عارف، لسه في ناس بتهري. هي طبعا قد يكون هو فيروس مصنع، منه لله اللي عمله، ومنه لله اللي اذانا بيه، ومنه لله لان ربنا هينتقم منه، وكل الشواهد بتقول ان هو فيروس مصنع عشان ما نضحكش على بعض بس يعني. فواحد يقول لك هذا جندي من جندي، ماشي، ربنا يعافينا ويعافيكم ويحفظ ابنائنا ويحفظ اولادنا. بس انا عايز اقول لكم النهارده وصل عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا 1.5 مليون. 1.5 مليون واحد على مستوى العالم توفاهم الله بسبب فيروس كورونا. طب كم واحد مصاب النهارده؟ 82 مليون. 82 مليون مصاب بسبب فيروس كورونا. طيب انا هقول لكم على شاهد برضو من الشواهد اللي فعلا تقلق شويه، وعرفتها من بعض المتخصصين في الامر ده. تخيل انا عشان اروح السعوديه، ربنا يكرمكم يا رب العالمين دايما، عملت تحليل البي سي ار اللي هو فيروس كورونا. سامحوني يعني، مبلغ دفعت 1260 جنيه لوزاره الصحه المصريه. مفيش مشاكل، ربنا يكرمنا، هنعمل ايه؟ لازم عشان رايحين نعتمر ونزور سيدنا النبي، غصب لازم تعمل البي سي ار، ما احنا بنحافظ على بعض. طب وانا جاي عملت التحليل مرتين، مره قبل ما يقفلوا الطيران، ومره بعد ما قفلوا الطيران، عشان مده البي سي ار الرسميه 72 ساعه. بعد 72 ساعه تعمل تحليل جديد. فما تقدرش تحجز تذكره الطيران بتاعت حضرتك الا بعد ما تتاكد ان حضرتك ما عندكش كوفيد 19، تطلع نيجاتيف، لازم تبقى تحليلك سلبي. ليه؟ الدول بتحافظ على بعض دلوقتي، محدش يقدر يسافر غير بالتحليل ده. فموضوع بقى صعب، منك لله يا كورونا، منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من آذى البشريه والانسانيه بهذا. وخلي بالكم مفيش حاجه عند ربنا بتعدي كده، كل اللي بيأذي بيتأذي، وكل اللي بيسعى في ايذاء البشريه ربنا بيأذيه وبيموت ميتة سوء. فالبشر اللي بيسيئوا للانسانيه ربنا مش هيسيبهم وهينتقم منهم. فهو الموضوع موضوع مقلق يا اخي، ما تقدرش تصلي العصر في الحرم الا لما تحجز. تخيل مش عارف تعتمر، تروح تعتمر غير لما تحجز على التطبيق، ويجي لك يا ما يجيلكش. والله العظيم تطلب واحد صاحبك في التليفون تقول له بالله عليك خدني مرافق على التطبيق بقى اللي هو بتاع اعتمرنا، يخش يدخلك مرافق ليه، تتحايل عليه والنبي خدني مرافق معاك. طب افرض واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، طب افرض واحد معهوش يجيب الموبايل ده اللي هو عليه اندرويد وعليه التطبيق، حاجات كده سألت نفسي فيها كتير، صعبت عليا نفسي. بس عاوز اقول اللي هم بيعملوه الصح، هم بيحافظوا على ارواح البشر، والحفاظ على الارواح اهم من اي حاجه. خلي بالك الحفاظ على الارواح اهم من اي حاجه. بس عايز اقول لكم قبل ما اختم الفقره دي، وانت ماشي من عند سيدنا النبي بتبكي، بتقول له السلام عليكم يا رسول الله، يا رب ارجع وازورك تاني وتالت وعاشر،
لأن الوقوف قدامك وقوف جميل. أنت نفسك يلي واقف قدام حضرة النبي بتستشعر الوقار والجمال والحب. أنا واقف قدام حضرة النبي، يا رب ما تحرمنا شفاعته، يا رب ما تحرمنا أنواره، يا رب ما تحرمنا من لقائه، ولا أن نسقى من يديه الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. لذلك عايز أقول لحضراتكم، خلي شوقكم دايما حاضر عشان تروحوا تزوروا سيدنا النبي، وربنا مش هيحرمكم الزيارة إن شاء الله مهما يكون. فالنظام حلو، نظام جميل، حتى التطبيق برضو من ضمن التطبيق في اعتمارنا تخش يقول لك ايه، زيارة سيدنا النبي والسلام على صاحبيه عمر، سيدنا أبو بكر وعمر، تحجز ان انت تروح تسلم على سيدنا النبي على التطبيق. لو معكش التصريح ده على الموبايل العساكر مش بيدخلوك ولا المسؤولين بيدخلوك حاجة. يعني هي نظام جميل، بس عارف تحس ان انت ايه، لما ربنا بيأذن لك بتاخد التصريح، خش تداخل تسلم على حضرة النبي. يا خبر ابيض، ايه الجمال ده؟ عاوز تصلي في الروضة الشريفة، روضة رسول الله، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، تخش على التطبيق تضرب يديلك تصريح. طب انا ما ضربت وما جاليش، تبقى زعلان، تستنى بكرة عشان تروح تزور سيدنا النبي وتروح تصلي في الروضة. انا عايز اقول لحضرتك النظام جميل ونظام حلو، ولازم مصر تبقى كده برضه. لذلك النهاردة حصل حادثة أنا زعلان منها جدا وبقولها على الهوى، قفلوا مسجد النور في العباسية 10 أيام، حاجة تزعل. حافظوا على بعض يا جماعة، زي ما ربنا من علينا والمساجد مفتوحة نحافظ على المساجد، مش عايزين نتحرم تاني من الصلاة في المساجد. قفلوه ليه؟ قفلوه عشان الناس مش محترم، ما عندهاش مش واخدة الإجراءات الاحترازية، الناس مش واخدة الإجراءات التباعد الوقائي ما بينهم، الناس ما عندهاش الانضباط. المصريين للأسف عندهم مشكلة في الموضوع ده، بياخدوا الأمور بعنجهية وبيتسرعوا. لازم ناخد بالنا من بعض يا جماعة، حافظوا على بعض يا جماعة، احنا في ظرف جائحة صعبة، جائحة مشكلة. وأحب أبشركم النهاردة برضو، أنا عرفت النهاردة الحمد لله، النهاردة الوكالة الفيدرالية في روسيا أعلنت بوجود علاج مش لقاح، علاج ولقاح لكورونا، ونسبة نجاحه 99%. روسيا بتعلن النهاردة للبشرية وبتقتحم هذا المجال، بتتفوق على ألمانيا وأمريكا والصين اللي هم عملوا لقاحات لكورونا، بتتفوق عليهم النهاردة روسيا، واحنا بنحييهم وبنحيي علمائهم اللي هم بيساعدوا البشرية في هذا الأمر. قد يكون صراع ما بين الـ شركات الأدوية، مفيش مشاكل، بس الحمد لله عملوا ترياق ناجح بنسبة 99%، علاج. بيقولك العلاج بتاع روسيا ده اللي أعلنت عليه اللجنة الطبية الفيدرالية في روسيا النهاردة، بتقول أن هذا الترياق العلاج الروسي ده اللي هو هينتجوه من اول 1/1/2021، الترياق ده يا جماعه علاج بيهاجم الجراثيم والفيروسات في الجسم وبيحافظ وبيعلي المناعه بتاعه الجسم، غير اللقاح. اللقاح ده مضاد للفيروس، العلاج بيعالج وبيقوي مناعه الجسم. فاحنا بنحيي روسيا النهارده وبنحيي علمائها وبنقول لهم ربنا يكرمكم. شفتوا بقى يا جماعه، اهي دوله روسية، هل هي دولة إسلامية؟ لا، مش دولة إسلامية، بس دولة بتنتج. إذن الإبداع لا يعرف بشر، الرحمة لا تعرف إلا الأخلاق. الرحمة دي تيجي من مسلم، تيجي من مسيحي، تيجي من يهودي، هي رحمة الإنسانية. نحن نعيش في العالم، لازم يبقى فيه سلام، لازم يبقى فيه رحمة، لازم يبقى فيه تواصل. النهاردة روسيا بتنتج علاج للكورونا، النهاردة الأربعاء بتعلن
روسيا انتاج لقاح وعلاج لفيروس كورونا. معانا الاستاذ عبير ادريس ولا لسه؟ الو. طيب لما تجهز الاستاذ عبير ادريس حد يكلمني. طيب بنشكر روسيا زي ما قلت لحضراتكم اللقاح الجميل دون والعلاج دون ان شاء الله دي بشرى للبشريه كلها ان شاء الله، ونسبه نجاحه 99%. طيب ارجع لحضراتكم واقول لكم الكمامه ذل بس لابد منها، الكمامه ذل بس لازم نحافظ على اولادنا. عشان كده انا بقول رسالتي، اي واحد حس باعراض كورونا يبلغ شغله رسمي. الو يا جماعه انا عندي اعراض كورونا مش هاجي الشغل، ما تروحش، ما حدش هيتكلم معاك، دي جائحه عالميه ما فيهاش كلام. في طبعا موظفين طبعا للاسف هتخاف تنزل فيقول له انا عندي كورونا، انت واخد بالك؟ في ناس هتتلكك وياخدها حجه وما يروحش الشغل عشان ما يقول لك ايه انا عندي كورونا. انا عايز اقول لك رساله بقى مهمه جدا، خلي بالك منها، الناس اللي بتعمل كده دي رسالتي ليهم. ايه رسالتي بقى؟ اسمع الرساله الجميله دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا. اوعى تقول انا مريض وانت مش مريض فتمرض فتموت. النبي قال كده وانا بصدق حضره النبي، بيقول لك لا تمرضوا، اوعى تقول انا مريض او مش عارف وتتمرض عشان ما تروحش الشغل فيحدث لك حديث رسول الله. معانا الاستاذه خبيره الابراج وعلوم الطاقه الاستاذه عبير ادريس. الو. الو. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا سيادة المستشار، منورانا حضرتك في البرنامج. ميرسي يا فندم، سنة سعيدة عليكم جميعا. الله يكرم حضرتك. انا كنت حابب يعني مع السادة المشاهدين كده يعني هيبقى احنا البرنامج الوحيد اللي ما جابش التوقعات بقى، فعاوزين نسمع من حضرتك كده 2021 دي ظروفها معانا ايه مع البشرية، وحضرتك خبيرة ابراج وطاقة يعني. والله يا فندم كل خير ان شاء الله. طب ده كلام كلام السنين. أيوة. اللي عدت علينا دي السنين العجاب في حياتنا والرسول صلى الله عليه وسلم قال تفائلوا بالخير تجدوه. الله. احنا متفائلين ومستبشرين دايما وعارفين ان عندنا رب رحيم عنده بشائر وعنده رحمات بتتنزل علينا كتير، فإن شاء الله تكون 2020 كانت نهاية السنوات العجاب ونبدأ سنة جديدة إن شاء الله كلها بشائر وتكون كلها خير. أهم حاجة بس يكون عندنا صحوة للضمائر وعندنا طاقات إيجابية ندخل بيها السنة الجديدة عشان نقدر نتخطى الأزمات. تمام. طيب حضرتك بما إنك يعني خبير الطاقة وعلوم الفلك، يعني انا طبعا انا باخد ده استئناس يعني عشان بس الناس ما تفهمنيش غلط، انا طبعا زي ما حضرتك كده قلت سيدنا النبي وربنا والكلام الجميل ده عشان الناس ما تفهمناش غلط، ما بحبش حد يفهمني غلط. الطارو اللي هو يقول لك الطارو، الطارو ده اخباره ايه في 2021 من باب الاستئناس والتفاؤل؟ والله زي ما حضرتك قلت كده يا سيادة المستشار، هو من باب الاستئناس والتفاؤل والبشرى مش اكتر. طب احنا عاوزين تبشرينا. والله هبشركم ان زي ما قلت لسيادتك ان دي كانت 2020 نهاية السنوات العجاب، مع انها كانت سنة على فكرة فارقة في حياتنا جميعا. فارقة يعني ناهيك طبعا فارقه، لان ناهيك عن فيروس كورونا واخطار ومخاطر كتير عدت علينا. بس برضو لو هنبص الناحيه الايجابيه منها هي كانت ناحيه يمكن موجعه شويه، هي كشف المستور. يعني انا كنت دايما اقول 2020 هي كشف المستور بالنسبه لناس كتير جدا، وكان فيها سقوط اقنعه مزيفه وكشف طاقات سامه كتير كتير جدا في حياتنا ما شاء الله. لا الكلام ده الكلام ده
الكلام ده كبير. ده أيوه؟ انا كده لازم استضيف حضرتك عندي كده قريبا ان شاء الله. يشرفني طبعا. الله يكرم حضرتك. طيب انا عايز اعرف بس من حضرتك، انا اسف هقطعك ثواني بس فضل. عايز اعرف هل علوم الفلك تختلف مع علوم الدين؟ لا اطلاقا. علوم الفلك ده علم يا استاذ يا سياده المستشار. هو مش بنطلع نتنبأ. ايوه. ومش بنقول اي كلام مرسل. ومش بنقول اصل قدامك سكه سفر ومش عارف مين هيعمل ايه وبعد ثلاث اربع نقط والكلام ده. لا ده طبعا علم معترف به. زي التارو بالظبط. على فكره التارو ده من ايام القدماء المصريين وكان باللغه الفرعونيه بتاعتهم اسمه طاهو. هو طبعا انا طبعا انا عارف ان القدماء كانوا متفوقين ومبدعين في الموضوع ده. بالظبط. فهم اصل العلم اصلا. فهو لا هو مش بيختلط مع عقيدتنا ومع التعاليم بتاعتنا ابدا. انا عاجبني الحوار بتاع حضرتك قوي لان الناس فاهمه غلط. يعني عاجبني انت تقولي سيدنا النبي وقال الله ورحمته. عاجبني قوي الكلام. طب الاستاذ وليد عماره المخرج بتاعنا قال لي ان هو مش عارف برج العقرب ولا برج استاذ وليد معايا؟ العقرب. عاوزين نعرف اخباره ايه استاذ وليد عماره ده حبيبي واخويا المخرج بتاع البرنامج ومخرج القناه. عاوزين نعرف اخباره ايه في 2021؟ والله برج العقرب هو من الابراج المائيه طبعا. المائي مائي. برج العقرب كان اتعرض لازمات كتير جدا جدا. بس معظم الازمات اللي اتعرض ليها برج العقرب هو اللي كان يعني هو اللي وقع نفسه في الازمات دي. هو اللي وقع نفسه. هو دايما يعني برج العقرب بيحب يبادر في اي حاجه يعني. طيب. هو دايما كده داخل. طب اخباره ايه؟ اخباره في 2021؟ لا برج العقرب عنده تفشيح اخطاء ما شاء الله. يعني طيب. هيبدا بقى اللي هو بنقول سن الرشد لبرج العقرب. سن الرشد ايا كان. ايا كان رجل او امراه. لان برج العقرب يعني السنين اللي فاتت هو فعلا ما كانش فيه رشد خالص. طيب بما علاقاته بالناس وتصرفاته وطاقته عامه كانت. احنا بندعي ربنا يهدي. احنا بندعي ربنا يهدي علينا في البرنامج وفي القناه والله. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه جميله. اتفضل. انا عايز اعرف من حضرتك الابراج الفائزه في 2021 وايه سبب ان هي بتميز عن 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 بقيه الابراج. والله احنا بنتمنى من الله ان كل الابراج تكون فائزه يا سياده المستشار. جميل. بس احنا عندنا في المرتبه الاولى الابراج الناريه اللي هم حمل واسود وقوس. اسد. يليها الابراج الهوائيه. اللي هم دلو ميزان جوزاء. وبعدين الابراج المائيه اللي هم اصحابها حوت سرطان عقرب. والمرتبه الاخيره للابراج الترابيه جدي ثور عذراء. تمام. طيب هؤلاء فائزين ازاي بقى؟ هتتغير حياتهم مثلا باذن الله طبعا يعني. طب ان شاء الله طبعا. والله اعلم اللي هو تصحيح اخطاء يا استاذ وائل. وكل انسان ليه كارما. فالكارما بتاعتنا بتلف علينا سواء بالخير او بالشر. يعني بمعنى كل حد الفعل بتاعه بيترد عليه رد الفعل يعني. فالابراج الناريه والابراج الهوائيه الكارما بتاعتهم هتترد عليهم بالخير لان هم فيهم كده حته روحانيه جميله جدا جدا يعني. خاصه مواليد الابراج الناريه فتحس ان هم كده ناس بتوع ربنا يعني متوكلين دايما على ربنا. فالكارما بتاعتهم لطيفه قوي قوي ويمكن هتلطف حياتهم بقى لان فعلا هم تعبوا السنين اللي فاتت خاصه من 2015 لحد 2020 هم كانوا فعلا تعبانين ومتهالكين نفسيا وماديا واجتماعيا. طيب هو اللي انا اعرفه مع ان انا يعني علمي في هذا الامر ليس علما كبيرا ولكن اللي انا اعرفه
طبعا أن المجرات والكواكب والنجوم كلها بتسير بأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا ونعم بالله. حسب معلوماتي أن هذه المجرات وهذه الكواكب وهذه النجوم حينما بتؤثر على مواليدها. أكيد أكيد. آه. وليها تأثير إيجابي في أوقات معينة. آه. ودي وأحيانا ليها تأثير سلبي. ودي حاجة طبيعية، ده ربنا اللي خلقها. عايش وقت طويل. آه، أصل في ناس يعني طبعا مش عايز أسرد هذا الأمر لما أقابل حضرتك إن شاء الله في لقاء خاص. في ناس يعني يقول لك ده جهل وده ملوش اصل وملوش، طبعا مش موضوعنا، ولكن الكلام واضح، دي مخلوقات ربنا هو اللي خلقها وسيرها وماشيه باراده الله. اذا فان المتحكم في الموضوع مين؟ هو ربنا. طبعا ربنا سبحانه وتعالى. بس ده خلاصه الكلام. عايزه اضيف لحضرتك بس معلومه صغيره. اتفضلي. ان معظم الناس المتنمرين على علوم الفلك والطاقه ويعني بيحاولوا كتير يروجوا ان ده دجل وشعوذه وكلام زي كده. طب انتوا ليه يا جماعه معظمكم بيروحوا عند الدجالين والمشعوذين واللي بيعملوا اسحار؟ ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا، ربنا يحفظنا. طيب حضرتك ما فيش بشرة كده كبيرة ل2021 قبل ما نختم مع حضرتك المداخلة الجميلة دي؟ والله بشائر ربنا مش بتنتهي يا سيادة المستشار، وهي البشرة الكبيرة فعلا اللي هي انقضاء السنوات العجاف يعني بأمر مولانا العظيم. يا رب يا رب. وإن شاء الله خير خير على الوطن العربي وعلى مصر بالذات، يعني خير قوي قوي على مصر وعلى الأردن والإمارات. مصر والأردن والإمارات. انا بخصهم بالذكر يعني. طيب ما شاء الله. لا ده انت كده حضرتك لازم نلتقي بك قريبا عشان الكلام ده فيه كده حاجات مش مفهومه. شيء يسعدني طبعا حبيبي. متشكرين جدا الاستاذه عبير ادريس خبيره الطاقه والابراج، ونسعد بوجود حضرتك معنا في البرنامج قريبا ان شاء الله. انا في نهايه الحلقه بقول أتمنى وأسأل ربنا الكريم أن يكون 2021 عام السعادة والفرح وعام القبول وعام الخير والستر والعافية والرحمة والمحبة والرزق والتقدم والازدهار والعلم والقوة والسرور يا رب، على مصر والمصريين خاصة والإنسانية عموما، وربنا يرفع عننا أي وباء وأي ابتلاء ويحفظنا ويحفظ ولادنا ويحفظ أبنائنا وبناتنا ويحفظ كل واحد بيسعى لنفع البشرية يا رب، ببركة سيدنا النبي الحبيب المصطفى. تحفظ بلدنا وتمن علينا بخير لا ينقطع يا رب. أشوفكم على خير. كنت معاكم وائل أبو شوشة ضد الفوضى. السلام عليكم ورحمة الله.